مع عائلات تعدي الليل على البحر كما نقولوا بي دون لو، ناس جايه معتها من الجنوب، ناس اخرى جايه معتها من خارج تراب الجمهوريه. الامبيونس اللي موجوده على شط المستير مزيانه برشا، ومعنا عائله اقرب شويه جات من قف سلبيه وما ادراك من القصر والعكيرمه، هكا ولا نشرفوا بكم ومرحبا. جايين من قفصه، من قصر قفصه، من العكارمه، جايين المستير باش نبدلوا الجو، جاي للبحر اللي ناس غادي محروقه وشيطه يعلم بها ربي، واللي يسهل ربي وان شاء الله يجي ويزور المستير ويشوف البحورات ويعيش الدنيا. محليك ساعه انت عايشه الدنيا، وري المقرونه تبارك الله، معناتها المقرونه القفصيه ويضر لي حتى الفلفل نتاع القفصه. نتاع قفصه اي، نجيب صغيراتي كل عام ونجو نبحروا ونقعدوا لاخر وقت نطيبوا ماكله في ديارنا ونجو ناكلوا ماكله باهيه. الحمد لله الجو رايض والجو سمح، وان شاء الله ربي يسهل لكل واحد شيء يجي. هما فما مثل يقول لك القفصي وين ما يحل يحل الجو نتاعو، لومبيونس القفصيه محلاها. وانتم كيفاش عاملين في المستير؟ عاملين انا مقيمه لهنا ونجي بحر كيما هذا، مخياتي جايين من غادي والحمد لله كاريين الكرا لاباس بيه، فيه شويه ريسك غلاء، اما الحمد لله كلها فرحانين وكلها مترهدين ولاباس لاباس الجو. يعطيك الصحه. خنجي انت جيتي من قفصه ها ومخيمه في المستير ها. بسم الله الرحمن الرحيم. انا غادي تعرفوا قفصه الدنيا سخونه برشا، جينا لهنا هربنا من السخانه، جينا باش نعدوا ايامات على الاقل حتى على الشط كيما هكا تبقى لنا ذكرى. انت تسكن في القصر وبجنبكم واد بياش، وكانت قبل يعني فما واد البيا، معناتها ثم ناس تعوم ناس معناتها تستغل هذيك، لكن السنين هذوما شاح والشباب ما عادش يلقى وين يمشي، ما عادش يلقى وين يعوم، يا تمشي والقابس يا اللي ميسوره شويه يجي للمستير وسوسه. ولا انا ميسور ولا مش ميسور، عاد يجملوا ويجوا يعملوا كلاكت يعملوا اي حاجه، المهم باش نجوا لهنا نعدوا ايامات والحمد لله. انت كيفاش خبيت الفلوس باش تجي؟ والله المستير اعطاني وانا جملت شوي وجيت، ما نكذبش عليك جيت بحذا اخواتي انا ما كريتش. والمسيو وين؟ المسيو بقى غادي عادي. غادي ما نجمش يجي. يا ربي خليته محروق في السخانه وجيت وحدك. لا والله لا، يعطيه الصحه يرحم والديه، قال لي برا. والله احيانا الراجل يضحي. لا والله قال لي برا، قال لي هو الحق اللي اعطاني، قال لي برا وزاد كلمني وقال لي ما تجيش اقعدي. نقرات الحمد لله. وش نعمل؟ تخلص منك ولا حابك زدت تفرهد خير؟ لا لا والله يحبني تفرهيد، الحمد لله عشت 36 سنة ما عادش ما فيهاش تخليص. قديش عندك معرسة؟ 36 سنة بارك الله. عادش نجمي تخلص. ما عادش تو ترسيم تام هذا. معناها كاشي ما فماش. الحمد لله يا رب. باهي تحب نرجع لك انت يا قفصيه يا غوله، معناتها اللي ما تخافش في الليل تو تقعد معناتها في خيمه هكا ونورمال على البحر وعادي ما فما حد شيء. الحمد لله الحمد لله. اول شيء عيالات ماناش منفردين تو حاليا، ولد عمي واولاده رجال وما شاء الله هذوما اولادي الموجودين، وما شاء الله البلاد مونسة الا اللي قدر عليه ربي، ذاك حتى في الطريق قدر عليه. لولا البلاد حاليا مرتاح، وتجي من كل بقعة، تجي من الجزائر، جايين من ليبيا، جايين من بلايص كل، تحلال القعدة في الليل، يحلى البحر في الليل خير، أقل مفمو وأقل عراء وأقل كل شيء، ستر ربي باهي. فما برشا يختاروا يعوموا في الليل؟ لا في الليل خير، أول شيء منفعة في الليل، بعد غروب الشمس هذا نسمع به من الكبار، يقول لك أنه عمان البحر بعد غروب الشمس سمح، والفجر، وثاني شيء تلقى راحتك، عيالات تلقى راحتها. ما تلقاش ياسر حركه مشي هي ولا ريسك، وهو كل واحد حر من الاخر، كل واحد حر شنو يعمل. اما كعيالات وظل ما تخافش حاجه باهي، ومال البلاد موجودين حتى من المستير لهنا الجنوب، الجنوب بصفه عامه راه ما يخافوش. انا نقولها لك من الاخر. ديما نحكيو على القعده القفصيه، القعده القفصيه بلاش تي اخضر ماهيش هي، والقعده القفصيه بلاش كاكاويه زاده ماهيش هي، هكا ولا احمر موجود ما شاء الله، والقعده القفصيه على قاعده تتقعد. والكاكاويه ويني؟ كاكاويه تاكلت على بكري، جيت مؤخر. جيت مؤخر، الكاكاويه كانت موجوده، الدنيا كلها موجوده متوفره، نحبوا نقعدوا ديما قعده عروبي. نحبوا ديما نقعدوا في قعده عروبي.
ان شاء الله ديما شيخين وفرحانين يا رب. لا والله الحمد لله، ان شاء الله ربي يوفق كل حد وربي يبارك لك انت ويبارك الكل، وننصح كل منه تعب بسخان يجي. مرحبا، يجي في الليل ما يخافش، يجي في الليل ما يخافش، معاه الكفاصة ومعاه ربي ومعاه البلاد. مواصلة ديما نحكوا على الأمبيونس نتاع البحر في الليل في المونستير. اليوم العائلة من سيدي بوزيد بطبيعة الحال، وهني رجعت اليوم للجذور نتاعي الأصلي، شفت الملحفة ديريكت، جيت نحكي معاكم ميمة. جيت من سيدي بوزيد بطبيعة الحال، قاعدة لهنا معناتها في البحر. ايه؟ هكا ولا ايه؟ باهي، احكي لي علاش جيت تعوم أنت؟ ها؟ باش نحي شوية برد. نحي البرد من الركيبات، باش تولي خفيفة. باش نولي هوسكا. نرجعوا نجروا من بعد. بعد نرجعوا نجروا. الله الله. عايش. ها ولدي حد. هاني تو نحدثك انت ساعة. ايه. انت بالهدية هكا ولا؟ انا بالهدية. وباش معروفين ولد بالهدية؟ اش تنقول لك؟ برجولي. رجال الحمر. بالزلات الاحمر. بالزلات الاحمر. ما يرجعوهاش لديل. نرجعوا ولاد عزيز. وانت غلبتهم والليل معاك؟ لا لا. لا ولادي وكنتي وبنواتي باهي. هي غلبتهم والليل؟ لا لا ما نغلبهمش. كي تخرج فيهم عينيك يخافوا. متفاهمين متفاهمين. مريقلين. مريقلين. كلمة واحدة. باهي، قداش عندك من نار في البحر لهنا؟ جينا من نهار الأحد. من الأحد. وقتاش مراو؟ الحين نهار السبت. جمعة باهية برشا. باهي خيريات ربي. إي وعمتي ولا إيه؟ إي. ولا إيه؟ شوي شوي من الفتبل وتخرج. علاش قادرة؟ ها؟ ندخل علاش قادرة من بعد نخرج. أمي برشا. هي شوي شوي من بعد نخرج. داير بيا ولدي وبنتي باش ما نغرقش، وبنتي الأخرى هي الغاد. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. الملحفة هذية ولا اللي يسموها في بلايص اخرين المالية؟ لا لا نحن ملحفة. 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 محليه الملح والخليل. ملح وخليل وحزين. والحزين. والحزين. باهي، علاش ما لبستش حاجة أخرى وجيتي عمتي بها؟ لا لا، نحب ملحفتي. الملحفة ليه؟ نحب ملحفتي أنا. الملحفة ما تتبدلش. نحب ملحفتي. أصلنا. أصلنا ملحفتي. ما عندكمش ملاحف، أمكش لابسة، ما ماكش لابسة. انت الله يرحمها تلبس الملح. الله يرحمها. كيف كنتي تلبس الملح؟ الحمد لله الحمد لله. وموش ما كيف كنت؟ الحمد لله. شفتي كيفاش طلع بعضنا؟ الحمد لله الحمد لله. ما رضاء الله الا برضاء الوالدين، بطبيعه الوالده تاخذ بخاطرها وتجيبها للبحر. كل عام تجي تعمل شويه روديماراج باش تعاود تلمس وقاتها شويه وتتريقل. هي اصلا عندها شويه ركبه شويه برد، انا نجي تعمل شويه رمل شويه واحد. ما غيرها هي، ما هي الدنيا الكل راهي، ما غيرها هي ما يمشي حتى شيء. حتى الدنيا في سيدي بوزيد سخونه برشا الايامات هذي. الايامات اللي فاتوا جات وغرى خويا شوي، وصلت حتى 47 48 سخانه برشا، اما الايامات هذوما سيرتو هبطت شوي 35 36. في العاده كنا الليل معناتها مش باش تلقى عباد، مش باش تلقى عائلات، لكن البحر يتعبى في الليل يضر لي اكثر من النار. اي في الليل نجوا باش نقعدوا شوي، خاطر في الليل ما الديار ولا واحد ما نطيقش تقعد في السخانه، نجوا نشموا شوي نسمه شوي. احنا اصلا جايين باش نشموا شوي نسمه، ما عندناش النسمه هذه، نجوا من عام للعام نلمتوا شوي. هي بالك الحاجه ما تطيقش الربطه، معناتها يلزمها تخرج ديما. بالنسبه هي ما تطيقش الحيوت مسكينه، تحب ديما تو قاعد شويه ما شويه اخرى تبدا تمشي تسرح راهي. تو غير تشم شوي نسمه وتسرح. اسمعني قبل ما تتشدش، ديما يلزمك تمشي وديما تحوس. ها ديما نقضوا ديما نعملوا كل شيء. اما كي كبر العبد رجعوا لالا توا ونقعدوا شوي. كبرتي مازلت صغيره شنو؟ الحمد لله الحمد لله. الحاج مازال حي ولا لا؟ لا يعيش راسك. الله يرحم الله يرحم. العكيز وين؟ ما نمشيش بالعكيز. الزلات وين؟ انا قاعد في الدار. في الدار. كي يلزم يتجبد يتجبد. يتجبد يتجبد، يوصل روحه يجبدوا الزلات. ما يوصلش روحو هنا قاعدين تفرجوا علي. ديما في بحر المستير شفنا عائلات معاتها مخيمه، عائلات تتعشى، وفما عائلات اخرى طيب في التي والشيشه موجوده والبريد معاتها هبط الكاميرا قاعد يغلي. مصلي على النبي معاتها، ومعنا السي المنصف موظف معاتها روتريتي من وزاره الداخليه. صحيح. اشكون خير منك؟ اشكون باشا افضل منك على بحر المستير؟ الحمد لله. وامير الناس كل تخدم فيك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد ديما لله. هكا ديما هكا ديما هكا. السيف ديما معناتها تعدي الليل على البحر. ديما شيخين ونعدي الليل على البحر وديما نصبين الحمد لله رب العالمين. نحب نسالك معناتها وجاوبني بصراحه. تفضل. انا عرفت السلك اللي تخدم فيه. ايوه. قديش خدمت من عام؟ خدمت 30 عام. خدمت في الصحراء؟ خدمت في الصحراء، خدمت حرس تراب، خدمت كل شيء كل شيء.
كل شيء خدمته. 30 عام تعب. 30 عام تعب 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 زاد مش سهل. خدمت وتو خدمت الامن وعره تو الحمد لله رب العالمين تو انتيتي عندي 10 سنين اموري مريق الحمد لله رب العالمين. تحس في روحك شيخ. شيخ لقص حد. تبدلت تجددت كي خرجت للريتريت. شيء طبيعي بالطبع حياه جديده ولات وكذا و... هي كل جديد جديد فكيت عليك منها اللي طيب في التي وبدلت. لا شيء لا مين. هكي عشيرة عمري. الله ترى سامحني دور شوية. قولي عسلامة ساعة. عسلامة. شنية هيد. الكلمة هذه من وقتاش ما قالهاش. ديما يقول فيها. بالحق. والله. أما متخبي مش قديم الناس الكل. لا متعاشرين عشرة كبيرة. متفاهمي نحمد ربي ونشكره لي الحمل عمري لا طلعت غضبانه وعمري لا طلعت لدرب بايا ليله ولا نهار ولا من حشت اللي عرست الحمد لله. وش حكيت المونغالة هيد؟ ها؟ لا قضياتك بعد هذا. شنو حكيت المونغالة؟ شنو حكيت المونغالة؟ فلان عليك يقول يا مرة الحرس شنو حكيت المونغالة؟ عندنا عرس مش يهزني لي قلت واني منشيش هم مشيو نقشوه شنو قال لي كيف مشيت قلت له اني ما نمشيش قال لي ليه امشي قلت لهم ما عندناش فلوس احنا قبل ما يدخل الحرس مازال في التدريب عنده منقاله قال لي واش نبيع لك المنقاله ونمشي نمشي نقشوه نمشي للعرس نبيع المنقاله ومشيت للعرس وتفرهدت تفرهدت لي الحمد نحمد ربي ونشكر هذه حكايه المنقاله يجيبوا في المنقاله كناين ياكم تعرف حتى هو بالحق معناتها كان رجع كالتالي شوي انت تبارك الله العينين خضر ومزيانه ومحليك ها أه؟ وما يخوى ميره كامله هو قبل ها ليه الحمد ليه الحمد يبيع جرود ومش المنقال ليه الحمد وليد بصمه متفهمي وذريه صالح والفين حمد وشكر ليك يا رب الحمد لله هكا هو وليد مشيت معاه للحدود مشيت معاه للصحراء ما مشيتش يمشي ويروح ما باش نغرب عليك اي ما باش نخرج انا من بلادي قلت له امشي وارجع انا كل نهار متعذب كل نهار يروح انت منين ساع اني من ولد زبس ولاد نية احنا اما نسكن في ولد زبس صعيبه ياسر اه ليه كيف الصعيب بالنسبه بس بعد صعيبه ترى قول هيك حسب ما فهمت لا والله شيء الله يعمل هو اللي خليه هو قول يوقف فم نوقف فم هو اللي يحكم اكو هو اللي يحكم اسمعني مش معناتها يقول لك دور للحيط حرس سوا ما هدي ما يعملوهم التو ما نعرفش شهريته قديش الحق سامحني اجي جاني دور منه اليوم الليله تفهمي كل شيء اقسم لك بالله الليله تفهمي كل شيء لا نعرف شهريته قديش قداش تاخو ما باش يقول لي ما باش ها تو يجاوبك سامحني باهي يا اخويا سي المنصف قرادك في الريتريت شنو؟ قرادي وكيل اول قديش سهريتك بالضبط بالملين؟ لا شيء ما يعرف حد ذكي قول لي ليان ما غير حراش ما غير ما نقولش سهري ما نقولش عليها مستحيل والله كان دراج ابدا اسمع تخاف منها باش تحيلك السويدات من بعد لا شيء انا فاش تحكم تحكم في شيء يا حاجه يا اخو في مليون و180 اسمع هو قال ناخذ في 700 اسمع شافتاش عنده حكايه اخرى بعيد تقريبا عنده مراه اخرى ريت وليدي مخلي عين الزرقاء والخد علاش انت ما تقوليش على الشهر حاجه تخصني يا خط تخص هي الواه هي انا شبيني ناكل ونشرب هي تو بلا تقول لي تاكل وتشرب وتلبس وكذا الواه تقول لي شاري ما نقولش عليها عادي نورمال قديش الصغيرات ها عندي حاش عينيك سبع صغار صلي يعني بمزيلو في كفيلتك ولا عرس وثلاث اولاد زوج في كفيل ثلاثه واحد في كفيلتي والاخرين ما عرسين الحمد لله لكن البحر اليوم يلمكم الناس الكل وشيخين مع بعضكم وتتعشوا على البحر وتبارك الله البريد والامور مريقة الحمد لله رب العالمين الحمد لله ديما على البحر نتاع المونستير اليوم عندنا عائله من بنان
العائلات الاخرين وكل واحد عنده شيشه واحد برتين، العائله هذه عندها اللوز قاعدين يقشروا في اللوز بعد ما تعشوا بطبيعه الحال، لكن لوز بلاش تي هكا ولا معناتها تي وفي تي وفي ما همش تي اي باش تعمل باللوز تو داكلو وحده بلاش او عندي انا حل معناتها تنجم تربح التي وتربح اللوز جارك يطيب في التي تاخذ من عنده التي وتعطيه اللوز معقول 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 يجي علاش لا حل صحيح انا جيت المناسير معناتها اليوم وتفاجات معناتها اللي العائلات الكل شيخه في البحر الناس كل تسهر امبيونس مزيانه عائلات في كنف الاحترام الامور معناتها تعطي اكثر من بعد للعائلات التونسيه المتضامنه مع بعضها في الصيف. احنا توا العائلات بتاعنا كلها بنان يجيو لهنيك المستير على خاطر عائله واحده عائله كامله. يجيو مع بعضهم هنيك الناس كنت تفرهد تلقى الجو انت اللي في المستير. عندنا المهرجان بحثنا المهرجان نجيب المهرجان. انت شكون جبت معاك؟ جبت معايا المراه عندي المراه. مدام. والذراري معايا ذراري في البحر. يعطيك الصحة، راح نشوفوا المدام، شحوالك سي؟ السلام عايشك، مرحبا بكم. المسيو نورمالمون قال فما مهرجانات وفما جو وفما امبيونس، ما هزكش للمهرجان وجابك للبحر وعطاك تر فلوس وقال لك اقعد. ايه بالطبيعة مستقنعين هيك يزي في البركة يا ربي لك الحمد. اش عنا نعملوا غير هكا؟ ما هزكش للوتيل. ليه لازم الوتيل هو بأبسط الأشياء بأبسط الإمكانيات الواحد. خليني نسبق بيناتكم شوي خليه يسخنش الحكاية. ما كانت عمره ما كانت فرهيد بالفلوس ولا حاجه بابسط الامكانيات نجم تتفرد. سامحني معناتها المراه نهار كل بالهي بالصغار والطيب مسكينه وتعب وكذا اما تلقى شويه تنفيسها في المغرب هكا ولا في الليل نجم تجي للبحر. صحيح حين نلقاو شويه هنا كيف نبرمج وبنظم روح والعبد الانسان وكل هنا نلقاو فضاء نخرجوا بتبرميش ماهوش ديما معناتها. يعطيك الصحة خليني نجي أنت معناتها تجي مرت خوه هكا ولا؟ إيه مرت خويا. مقوية من ساك يقرنوا الروسه مع بعضهم معناتها الراجل يجيبوا له الطريق بالسيف. هكا ربي ربي يحيي وربي يطول عمره. تفهمتوا عليه باش تخرجوا مع بعضكم الليلة. عندي هذاك عندي هذاك خويا هذاك مش راجل خويا. خويا العزيز هذاك سما فهمتني؟ معناتها راجلك ما يجيش للستر تلقى خوه. الله يرحمه. الله يرحمه وينعم. عاش خويا. تضامن بينكم بالرسمي بالحق سامحني انا ما نعرفش اما كي يلقى هو متكفل بعائلة خوه مزيانه برشا عايش خويا خليك ربي يحيي وربي يشفيد فيه هو مرته فهمتني هذاك نعمه عندي يعني كي خلالي هكا حاجه كبيره خوه معناتها لاهي بذري خوه فهمتني نعمه كبيره فهمتني ما تنجمش نوصفها لك فهمتني خوه هذاك سما مش خوه سما عز خوات في خواته فهمتني وربي يفضله وربي يحييه راجلك الله يرحمه بطبيعة الحال معناتها راهو من خلال البرنامج هذا وقت اللي نحكيو على العلاقات الأسرية على الأخوات بين بعضهم قلنا صحيح مرات الأخوات معناتها يفرقوا النساء يفرقوا الأخوات من بعضهم لكن أيضا النساء يقربوا الأخوات مع بعضهم هذا معناتها الله يرحمه وينعمه الراجل ليه بعائلة أخوه وبطبيعة الحال يا رب يتيم هو ديما مبشر بالجنه هكا ولا ايه ربي يفضله وربي يحييك عاش خويا خليك ما جبتش نحكي اكثر منك ان شاء الله وانت مراه فاضله زيد مرحبا بكم في كل وقت احنا وخيان ولا الاخرى ولا تتبني العلاقه كان على حاجه وساس صحيح في الاخر ما يكون حتى علاقه تتبني وكان في مش صحيح والحمد لله ربي يفضلنا لبعيضاتنا وربي يخلينا ان شاء الله ربي يدوم عشرتنا.